ناس كتير قوي قالت لي كملي موضوع شورت ستوريز اللي انتي قلتيها في الحروف علشان الطفل يبقى عنده حصيلة لغوية من الكلمات. اوكي هقول لك النهارده letter D. letter D says d d d د د د. خد بالك ان capital D و small D كانوا قاعدين في البيت، والبيت ده كان اسمه house house. بس خد بالك ان الهاوس ده كان ليه باب اسمه د د door د د door. بس كانوا قاعدين خايفين. خايفين ليه؟ علشان عندنا duck بطاية كده بره الباب اللي هو الدور، كان فيه duck duck duck. وكمان كان فيه ايه؟ كان فيه dog كلب. dog dog dog. تاني يبقى عندنا capital D small D كانوا قاعدين فين؟ في البيت، والبيت ده كان ليه باب، والباب اسمه door door د د door د د door. وخد بالك كانوا قاعدين ايه؟ خايفين. ليه؟ علشان كان في بطاية duck duck duck، وكان في كمان dog dog dog. لو عجبكم الفكرة قولولي نكمل باقي الحروف.